interjections. interjections يعني كلمات اللي بتعمل الاكسكلاميشن التعجب، واللي بتحس فيها ان في رياكت عالي في الكلام. هو الفيديو بتاع النهارده بتاع الرياكت العالي، اوكي؟ هنتعلم ازاي الاجانب بيعملوا رياكت على الكلام، وايه الحركات اللي مش كلمات بتظهر من بقهم. تعالى معايا نشوف نموذج جميل جدا، وفي نفس النموذج ده هنكمل بأدجكتيفز صفات، هنتعلم نيو أدجكتيفز صفات جديدة for weather and so on، for weather and the cities، للطقس والمدن. Oh no, look at the weather. It's awful. In this part, oh no, oh no, look at the weather. بص على الطقس عامل ازاي. It's what? It's awful. It's awful. يبقى أنا فهمت أو هنا اتعلمت كلمتين. The weather. هنا اتعلمت two reactions وتعلمت كلمتين. Oh no. كده اتعلمت two reactions. Oh no. Oh no. Oh no. وتعلمت two adjectives. وتعلمت كمان word، كلمة اسمها the weather. The weather يعني الطقس. وتعلمت كمان adjective awful. يلا بينا نبص على الكلمة awful. awful يعني فظيع، معناها I don't like awful. The weather. The weather. The weather الطقس. The weather. أما الرياكشنز فكانت oh no. نسمعها تاني. Oh no, look at the weather. It's awful. It's awful يعني فظيع. Look at my hamburger. It looks great. My pizza is really good too. الرياكشن هنا في الحاجة اللذيذة اللي عجبك، شوف قالت ايه. مش كلمة دي، امال ايه؟ ده react. وكمان the word to في الاخر. تعال نسمعها تاني. Look at my hamburger. It looks great. My pizza is really good too. Look at my hamburger. Look at my hamburger. شوف انا اكتبها ازاي. H-U-M بمشي على السطر في كل حروفي. B-U بمشي على السطر برضو. G-E-R بنزل عن السطر في الجي بس. طيب really good. My pizza is really good. واضح ان هما في مطعم كويس. When you like the place really بنزل في الواي وبعد كده كل الحروف على السطر. Good بنزل في الجي وبعد كده كل الحروف على السطر. Wow! This building is fantastic. Yes, you're right. It's amazing. The Freedom Tower is my favorite building in New York now. Four. Wow, look at the view. It's beautiful. هنا استخدم كلمة wow، ودي كلمة بتعبر عن الدهشة. Wow, this building is fantastic. Wow, this building is fantastic. شوف الرياكشن، شوف التفاعل. Yes, you're right. It's amazing. Amazing. لاحظ معايا في الرايتنج بتاعتي على السطر، ما عدا حرف الجي اللي بنزل فيه عن السطر. You're right. It's amazing. The Freedom Tower. Freedom Tower اللي هو برج الحرية. Freedom Tower is my favorite building. تعلمنا كلمة freedom يعني الحرية، وتعلمنا كلمة building يعني مبنى. Favorite يعني مفضل. My favorite يعني المفضل لدي. My favorite building المبنى المفضل لدي in New York. في نيويورك. طيب الرياكشن هنا واو. وبعد كده add the view. Add the view. Look at the view. بص على الفيو. كلمة view اتعلمناها هي view يعني منظر. المنظر من الايه؟ من مكان محدد. يعني المنظر من الشباك، المنظر من البلكونة. لما تبص من الشباك هتشوف ايه؟ view. هو ده اسمه view.
It's beautiful. It's beautiful. الجماعة البريطان بيحبوا اللغة الأصلية فبيقولوا beautiful زي ما هي كده. الأمريكان بيقولوها beautiful or beautiful. بيقولوها كده وكده. لاحظ معايا الخط إن هو ماشي على السطر بالظبط، لا بيطلع ولا بينزل.